فوائد تناول البابونجا الصحي على الريق البابونجا نبات عشبي يزرع في مناطق عده حول العالم وخاصة في المناطق المطله على البحر الابيض المتوسط بما في ذلك بلاد الشام حيث يستخدم في مجالات عديده على رأسها المجال الطبي وذلك بفضل خصائصه الطبيعيه ذات القيمه العلاجيه والغذائيه العاليه كونه يحتوي على الفيتامينات والاحماض والزيوت الطياره لذلك يوصى بتناوله بشكل يومي وخاصة على الريق في الصباح لتحقيق أقصى فئة ممكنة من خصائصه. متابعينا الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمين. فوائد شرب البابونج على الريق يعتبر من أهم المضادات الطبيعية النشطة للتأكسد. مما يجعله واقيا من المشكلات الصحية الخطيرة وخاصة الخلايا السرطانية التي تنتج عن نشاط الشقوق الحرة البابونجا يستخدم كمهدئ طبيعي للأعصاب والدماغ مما يجعله أساسا للتخلص من التوتر والانفعال والعصبية كما يلعب دورا بارزا في التخلص من مشاعر الحزن والتغلب على الاكتئاب يعد البابونجا مثاليا للتخلص من مشاكل الفم واللثة حيث يقضي على التهاباتها وعلى التقرحات والتهيج ويحسن من الراحة المنبعثة من الفم البابونجا يعالج الأمراض الجلدية الشائعة وخاصة الإكزيما ويعالج مشاكل الجهاز التناسلي والمثانة ويخلص من البواسير كما يستخدم كمضاد طبيعي لالتهاب المهبل لدى النساء والفتيات البابونجا يخلص من مشكلات الهضم المختلفة وخاصة المعدة والأمعاء حيث يزيد من ليونتها ويخلص من الامساك كما يخفف من الوزن الزائد عن طريق التخلص من الدهون ويعالج البابونجا المغص لدى الرضع ويعد جيدا للقضاء على نزلات البرد والاسهال لديهم ويحارب البابونجا مشكلات الجهاز التنفسي ويخفف من حده السعاله والزكام ويخلص من مشاكل الاحتقان وغيرها البابونجا يعالج اضطرابات النوم المختلفه ويقي من الارق ويعالج حب الشباب ويزيد من نضارة البشرة ويخلص من الحروق الناتجة عن الشمس أو عن التعرض الكبير للأشعة فوق البنفسجية في ساعات الذروة، ويعالج البابونجا الصداع وخاصة الصداع النصفية البابونجا يقوي المناعة في الجسم ويمنع الإصابة بالالتهابات ويقي من العدوى لاحتوائه على مضادات الأكسدة الفاعلة البابونجا يقوي العضلات ويزيد من استرخائها. ويستخدم كمدر طبيعي للبولة ويعالج مشاكل الشعر وخاصة القشرة من خلال ترطيب فروة الرأس البابونج يشفي الجروح خلال وقت قصير محاذير استخدام البابونج على الريق يمنع من يعانون من مشاكل الحساسية اتجاه المشروبات العشبية من تناول مشروب البابونج حيث تترتب على ذلك العديد من المضاعفات غير المرغوبة على رأسها ظهور الطفح الجلدية كما تحذر الحوامل من استخدامه كونه من أفضل المنشطات الطبيعية للرحم الأمر الذي يزيد من احتمالية الإجهاض وخاصة في المراحل الأولى والمبكرة من الحمل والتي تتمثل في الأشهر الثلاثة الأولى كيفية تحضير مشروب البابونجا مزج نصف ملعقة من, من مسحوق شاي البابونجا المجفف في كوب من الماء المغلي وتركه منقوعا لمدة ثلاث دقائق ثم تصفيته وتناوله ساخنا علما أنه يمكن تحليته بالعسل كما يمكن إضافة الليمون للمشروب للحصول على أقصى فائدة ممكنة منه